الجانب الديمقراطي حقوق الانسان الى جانب واحد العدد ديال الجمعيات الحقوقيه الوطنيه قد نقول ان عندها واحد الدور اساسي ومهم في الترافع وفرض انتهاكات حقوق الانسان الممارسه بالجزائر اخرها كواحد العدد كواحد الائتلاف حنا جزء منه تقرير مشترك تم اعداد ديالو ارسل الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده. هذا التقرير الموازي للاستعراض الدولي الشامل لان الجزائر كانت في هذه الجلسه التمهيديه الاخيره منذ اقل من اسبوع للاستعراض الدولي الشامل حول وضعيه حقوق الانسان في الجزائر دوره 41 الفريق العام المعني بالاستعراض. الجمعيات الحقوقيه ومن ضمنها المنتدى نقدر نبرز انا على المستوى المنتدى المغربي للديمقراطيه حقوق الانسان واحد عدد القضايا ديال الانشغالات تبعناها مصطفى سلموس دي مولود جوج ديال الزيارات زيارة لجنيف بحضور المنتدى الاجتماعي بجنيف كانت فرصة للقاء ديال واحد العدد من المقررين كيتم إبراز الوضع الحقوقي وانتهاكات الممارسة بالجزائر تندوف متفاعل مع السؤال عشرات الوقفات أمام مقر ديال الأمم المتحدة من طرف نشطاء حقوقيين مغاربة عشرات ديال الشكايات ديال النساء صحراويات ما فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي من طرف زعيم ديال الميليشيا ديال البوليزاريو معنا الترافع على المستوى الدولي كمجتمع مدني وكحركة حقوقية أعتقد أنها تتواكب وتتابع الموضوع خاصة تزامنا مع هذه الأحداث الكبرى ذات الصلة إما شي اجتماع ديال الاستعراض الدولي الشامل ولا شي زياره الشاكله ديال هذا المقرر الاممي اللي كان مبرمج الى الجزائر. بالنسبه للمنتدى على مستوى الترجمه حنا خدامين امكانيات بسيطه هذا عمل حقوقي مستقل ولم يكن تحت توجيه اي جهه ما كيف ما كانت طبيعه هذه جمعيه حقوقيه مغربيه مناضله مستقله ديمقراطيه معنى عملها ملاه الوعي بالقضايا ديال حقوق الانسان وانتصار المعايير والثقافه والمبادئ ديال حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها كما اننا ننجز تقارير هنا على المستوى الوطني واحد العدد كبير ديال التقارير موضوعاتيه سنويه واحد العدد ديال البيانات حول قضايا وانشغالات حقوقيه هنا في المغرب ايضا انشغال على مستوى العالمي وخاصه على مستوى الجزائر. الترجمة عندنا عربية فرنسية مهم اللغات خاصة اللغات ديال الأمم المتحدة المعتمدة إلى جانب الفرنسية والعربية أيضا اللغة المعتمدة الإنجليزية والإسبانية حنا تنوقفوا تنخدمين زعما وفق إمكانات معنا حتى هاد الإمكانات كان ممكن يكون شي ملف ويكون ظروف أخرى العقد من دول صحفية ممكن فضاء آخر بإمكانات أخرى ولكن المجتمع المدني على المستوى المغربي خدام امكاناته الذاتيه وبالتالي اللي استطعنا نوجدوه هو نسخه عربيه ونسخه فرنسيه. الدعم ديال الدوله نقدروا نقولوا الدوله عندها واحد المقاربه ونقدر نهضر غير على خلاص وزاره الخارجيه كاين مجهود كبير ما يمكن لنا كحقوقيين الا نتملوه باين من خلال واحد العدد ديال المكتسبات بالطبع مسنود دبلوماسيه ملكيه حكيمه. المؤسسات الدستوريه المعنيه بحقوق الانسان المجلس الوطني لحقوق الانسان ما عنده علاقه بالجمعيات الحقوقيه سد عليه وفي حين ان ذاك المجلس الوطني لحقوق الانسان المفروض تيخضع المبادئ ديال باريس المنظمه لهذه المؤسسات الوطنيه انا نعتبره واحد البنايه لاعداد التقارير مره ولكن ما عندها صله وعلاقه بالمجتمع المدني ما كاينه واحد المقاربه تدبيريه داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان تعتبرها في المنتدى انفراديه وعبرنا على واحد العدد ديال المواقف. ايضا المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان شوقي بن يوب نراه في خارجات مره في بعض الندوات في كاس المغرب العربي للانباء ولكن علاقته بالجمعيات الحقوقيه الوطنيه ما كاينش شي علاقه لمؤسساتيه ومنظمه المفروض هذه قضايا حقوقيه كبرى تستدعي من هذه المؤسسات التواصل الحوار حتى بعض الزيارات اللي تتكون حنا تنمشيو للخارج تنمشيو بامكانياتنا الذاتيه في حين ان المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان يمكن بعض العلاقات وبعض الولاءات تتحكم في التدبير ديال المندوبيه الوزاريه عندنا موقف حنا من هذه المؤسسات تنعتبروها
ما تتخدمش لهذه المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني. السكوت الحقوقي لا أعتقد أن هناك سكوت، بالعكس كاين هبة حقوقية وديمقراطية لا لا على المستوى الجزائر، وشفنا حجم ديال التضحيات. التقرير راه غادي نتعينوا حجم كبير ديال التضحيات، وتنفتح قوس راه ما استطعناش نرصدوا كافة الحالات، لأن كاين بعض الحالات العائلات تترفض أنها تخبر بالمصير المجهول ديال ابنائها خوفا من انتقام. علاش القبائل ديال القنصلية بعدا قبل القبائل تفتح القنصلية؟ لابد أن الاعتراف بالجمهورية ديال القبائل، وهذا مطلب تاريخي ديال الملايين تاريخيا يطالبون بتقرير المصير وبناء الدولة ديالهم المستقلة. احنا كحقوقيين ما يمكن لنا نكونوا إلا مع هذا المطلب، هذا مطلب تتكفلوا الشرع الدولي حقوق الإنسان، تتكفلوا كافة المواثيق وكافة الدساتير ديال العالم، تتكفل الشعب التقرير ديال المصير ديالو خاصة السياسي والاقتصادي. من هنا نطالب الدولة أنها الدولة المغربية والسلطات المعنية أنها تسمح بالاعتراف بجمهورية القبائل وتمكينهم من فتح سفارة هنا بالرباط وقنصلية بمدينة الداخلة. غادي ندير واحد التقابل، ملي تقولوا تقرير المصير ممكن يجي سؤال ديال ركيل الجزائر القضية ديال تيندوف، كاين واحد المطلب ديال تقرير المصير، نعتقد المنتدى المغربي للديمقراطية حقوق الإنسان لا مقارنة، لأن كاين واحد الفرق كبير. وغادي نعطيكم مثال واحد، علاش حنا في المنتدى المغربي للديمقراطية حقوق الإنسان نعتبر أن اللي كاين في تيندوف محتجزين، هذا التعبير ديال الاحتجاز. تنسائلوا انه كاين واحد العدد ديال الرسائل الزملاء اللي طلبوا هادشي نصيفطوا لهم في الايميلات ديالهم ولا في الواتساب، رسلنا المفوضيه الساميه للاجئين، ياك هادو باغيين يديروا تقرير المصير، ياك هادو لاجئين في اراضي جزائريه، اعطيهم واحد الوثيقه ديال بطاقه لاجئ، جواز سفر، باسبور. انا متاكد الا خداو المواطنين الصحراويين داك البطاقه ديال اللاجئ حتى واحد ما يبقى في الاراضي الجزائريه، وبالتالي المغاربة المحتجزين اللي كاينين في تيندوف محرومون من هذا الحق الثبوتي اللي تتنص عليه المواثيق الدولية حق الإنسان ذات الصلة باللجوء من أجل تمكينهم من هذا البطاقة الثبوتية تتعكس واحد الهوية، واحد البطاقة، واحد الجواز ديال السفر ممكن يتنقل. إذا هذوك ناس محتجزين، وانتهاكات ديال حق الإنسان اللي رصدنا تتبين نيت كاين القمع والتنكيل ديال جميع الاصوات، لا التعبيرات المنظمه الجماعيه عطيت واحد العدد ديال الامثله، ولا اشخاص مواطنين صحراويين اللي عندهم هذا البعد الوحداوي وتعتبروا راسهم مكانهم الطبيعي هو المغرب، باعتبار ان الصحراء مغربيه. وهذه قضيه كاينه ديال اجماع كافه الشعب المغربي بكافه قواه الحيه. السؤال ديال الاختفاء القسري، احنا اشتغلنا على دابا التقرير الحقوقي، هذا ماشي استعراض دوري شامل ديال اوضاع الجزائر حقوق الانسان، معنا تتشتغل في التقرير على كافه حقوق الانسان بمعنى المدنيه والسياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه الثقافيه، ونزيدوا حتى الاجيال الجديده لحقوق الانسان ما في هذا البعد البيئي. هذا تقرير خاص بالولايه المحددة للمقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبالتالي ما تمكناش أن نرصدوا حالات ولا اختصاصات ممكن تكون عند المقرر الأممي مثلا المعني باستقلال القضاء، ولا المعني بالدفاع عن المحامون، ولا المعني بحرية التعبير والصحافة، ولا المعني بالحق في التغذية، ولا واحد العدد ديال المقرر اللي هما خبراء مستقلين. احد الزملاء كان طرح بعض القبائل اللي كاينه وبعض المناطق اللي كاينه في الجزائر، وشفتي الحاله ديال كمال الدين فخار والوفاه ديال كمال الدين فخار، هذا محامي جزائري نشط حقوقي، كان اثرى المضاعفات الناتجه عن الاضراب عن الطعام، كان في اضراب عن الطعام لمده 50 يوما، وكانت الوفاة. للأسف الحل ديال الإضراب عن الطعام كحقوقيين يمكن لنا إلا نكونوا ضده، حق المقدس في الحياة، وتتبقى أشكال أخرى ديال النضال وديال العمل.
إذا هذه مبادرة مدنية حقوقية مستقلة لجمعية مغربية تتفاعل مع الآليات ديال الأمم المتحدة، خاصة مع الآليات ديال المقررين. لهذا كان هذا التقرير الذي يفضح يعري انتهاكات الممنهجة والجسيمة للحرية العامة وللحقين الأساسيين اللي هما الحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.